هنايا عطانا من الفرصه باش نقول للعناصر ديالنا الساده رؤساء المصالح حاضرين باش نقرا عليكم التهنئه ديال السيد المدير العام للامن الوطني بمناسبه السنه الميلاديه الجديده. بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2021 يطيب لي أن أعبر لجميع أفراد أسرة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للتراب الوطني عن صادق التهاني وخالص التبريكات، متمنيا لهم سنة سعيدة مفعمة بالتوفيق والنجاح ومطبوعة بمزيد من البذل والعطاء من أجل تحقيق أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مع التضرع إلى الباري عز وجل أن يسدل على الجميع نعمة الصحة والعافية. والله العلي القدير أسأل بخالص الدعاء وصادق الابتهال أن يمتع مولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بموفور الصحة وموصول العناية، وأن يحفظه في ولي العهد وسائر الأسرة الملكية الشريفة بما حفظ به الذكر الحكيم، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على بلادنا في كنف العرش العلوي المجيد. توقيع الطيف الحموشي. إذا دورنا على مستوى المنطقة الأمنية، سنة سعيدة لجميع الموظفين ديالنا، سنة سعيدة للسادة رؤساء المصالح. على بركة الله غادي تنطلق الترتيبات ديالنا ما هو مخطط له. فقط كنطلب من العناصر ديالنا الالتزام باليقظه بالحضار تطبيق القانون ولا شيء غير تطبيق القانون. التدخلات ديالنا الساده رؤساء الدوائر سيد رئيس الشرطه القضائيه على مستوى القطاع، التدخلات ديالنا تكون في اطار القانون. بدايه الحمايه ديال العناصر ديالنا الدرجه الاولى احترام القانون في التدخلات مع المواطنين. الكل يلتزم بالنسبة للسيد رئيس الهيئة الحضرية بالنيابة، بالنسبة للنقط اللي تم التحديد ديالها بالنسبة للسدود، الكل يلتزم تطبيق القانون، المراقبات تكون مراقبة بجدية، عملية ديال التنقيب، هادشي كامل إن شاء الله في أفق أن الترتيبات وهاد الترتيبات اللي خدمنا عليها منذ مدة باش ان شاء الله تدوز الامور في امان الله وحفظه، لان الهدف الاول والاخير من هذه العمليه كامله هي حمايه ديال المواطنين في الانفس في انفسهم وفي الممتلكات ديالهم، حمايه ديال النظام العام في التجليات ديالو ثلاثه. هذه المهمه هذه ان شاء الله غادي ننجحوا فيها كما سبق السنوات الماضيه. ما نبغيوش تكون عندنا شي ملاحظه، جميع العناصر بالالتزام، يكون عندنا شوية الصبر شوية اليقظة. بمناسبة السنة الميلادية الجديدة 2021 اتخذت المصالح الأمنية بتورير تنزيلا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني إجراءات أمنية استثنائية مكثفة في زمن كورونا تزامنا مع حالة الطوارئ التي تعرفها البلاد، ومن خلال تعزيز التواجد الأمني في الشارع العام في جميع المناطق الأمنية التابعة لها والنقاط السوداء بالمدينة، وبتنسيق تام ومحكم مع رجال السلطة والقوات المساعدة. كما جندت الأجهزة الأمنية بكل تلاوينها في هذه المناطق جميع إمكانياتها المادية والبشرية لتأمين المؤسسات العمومية والساحات العمومية والنقاط السوداء، وذلك بغية الحفاظ على الأمن والطمأنينة وحماية الساكنة وممتلكاتها. شهدت هذه الإجراءات أيضاً تنصيب دوريات مع رجال القوات المساعدة التابعة لجل المقاطعات بالمدينة، ونصب سدود إدارية وقضائية بمداخل المدينة، مع تنظيم دوريات راجلة وأخرى بالزي المدني في مختلف الأحياء لمنع الاحتفالات وتطبيق حالة الطوارئ التي تعرفها المملكة، وتأمين الشوارع والممرات الرئيسية بالمدينة، بالإضافة إلى التواجد الكثيف لسيارة الشرطة ودوريات الدراجين التي تجوب مختلف الشوارع والنقاط السوداء.
هذا وكثفت المصالح الأمنية المعنية من تواجد العناصر المكلفة بتنظيم حركة السير والجولان تفادياً لوقوع حوادث السير الخطرة، كما وضعت سدوداً قضائية أخرى بمختلف مداخل المدينة لمراقبة وتفتيش جميع عربات الوافدة والتحقق من هوية الركاب. ولم تسجل أي حالة انفلاتي أو فوضى في الأحياء بسبب الخطة المحكمة التي رسمتها الأجهزة الأمنية بالمدينة، وهو ما ترك الأثر الأحسن في قلوب سكان المدينة الذين استحسنوا مجهودات رجال الأمن ورجال السلطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة ورجال الوقاية المدنية ليلة رأس السنة وباقي الأيام الأخرى طيلة شهور الوباء. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.